أعزائي، من خلال رحلة الميلاد منشوف أنه الله سيد كل الأحداث، وأنه خطة الله هي محكمة منسجمة لخير الإنسان. وشفنا كيف الله اختار مكان متواضع مثل الناصرة، واختار عائلة فقيرة مثل يوسف ومريم، واختار مكان حتى يعيش فيه الرب يسوع المسيح ويترعرع في مكان وضيع ومتواضع أيضا. هذه البشارة وصلت إلى كل أنحاء العالم لأنها بشارة الخلاص، بشارة بمجيء المخلص الرب يسوع المسيح. والجدير بالذكر أحبائي إنه يسوع المسيح اللي منتكلم عنه هو حي، هو موجود إلى الآن، يتواصل ويتفاعل مع كل شخص بشاهد وبيسمع هذه الحلقة. أنا بدعوك إنه تفتح قلبك في هذه الدراسة، ولربما عندك معلومات خاطئة عن يسوع. احنا شفنا كيف تمت النبوات فيه، وشفنا كيف كان البشارة بالميلاد العذراوي. هذا مما يجعل يسوع المسيح شخص متميز، شخص عجيب، وشخص فريد أيضاً.